يعطيك العافية عمو صالح. جوري معنا بالبيت؟ راحت تقدم على شغل. عم تقدم على شغل؟ ايه وما رجعت لسه، بس بجوز رجعت وما شفتها. شو فيها؟ بلكي عند اختها مسعودة بالمطبخ. طيب بشوفها. اخ يا جوري اخ، اصلا انت من يوم حكيتي لي عن المنام انا خفت كتير. اختي الله وكيلك، وانا عم بركب باليخت ما خطر ببالي اي شيء. صحيح، ما قلتي لي انت ليش ركبتي مع عمر باليخت؟ في رفيقتي عايشه بالجزيره وبدها تشوفني ضروري، فالتقيت بالصدفه بعمر بيك ووصلني. طيب كان فيكي تقولي له ما بدي روح؟ والله شيء ما بيتصدق. اخ منك جوري اخ. لك لحتى تعطل اليخت ما كنا عم نحكي بأي موضوع، بس بعدين جوري يا ترى هذا عمر بيك معقول كان عم يكذب وقت قالك تعطل ميتور اليخت؟ فهمتي علي؟ اخ شو عم قول انا كمان يا رب دخيلك، ما تركتي عقل فيني والله رح تجنيني. اختي انا عن جد بعشقه لعمر بيك. انا بحبه كتير. جوري اسكتي اختي احسن لك، اوعك تقولي هالشي وانسي الموضوع من اساسه. مو طالع بايدي، انا حاولت كتير اني اهرب بس ما قدرت. شو بعمل؟ انا بحبه. انت مو عارفانه حالك بشو وقعتي. لك هذا الاحساس احساس غلط، يعني الواحد ما بيكون بحس بهالشي وبيفكر انه حاسس فيه. يعني عمر واحد غني وشكله حلو وقوي كمان، هلا بجوز تكوني انغريتي فيه لهيك انت حاسه انك عشقانتي وبتحبيه. صدقيني رح تنسي هالشي هاد، انت لازم تنسي هالموضوع اختي. يا ريت لو بقدر انسى. لك انا مرات بحس انه قلبي رح يطلع من جواتي ويطير لما بشوفه. لك انا بنسى اتنفس وانا مع هالرجال، بس مو طالع بايدي شي. شو اعمل؟ قليلي دخيلك اختي. جوري اسمعي، ليكي هدول احلامك انت، رح تدمري حالك وتروحي فيها. شلون يعني بتموتي فيه؟ بعدي عن هالرجال احسن لك حبيبتي، واذا شفتيه بالصدفه روحي، لا تضلي واقفه بنفس المكان. بدي اقول لك شغله، كانه هو كمان حاسس بشي تجاهي ويعني الرجال ما قال شي بوضوح بس حسيت من نظراته. لك جوري شو هالحكي؟ يعني معقولة؟ هي انت يلي بتكوني عم تتوهمي. ايه اختي يلي عم تحكي لي اياه هلا، اذا سمعوا عمر بيك انت رح تنفضحي بوقتها. مو معقول حكيك ابدا صح؟ عمر بيك عمر بيك. لك قولي شي شغلة ممكن تتصدق. لك بعدين توليب وين راحت؟ والله انت جنيتي. شو هاد؟ يعني بابا إذا بيسمع بالقصة؟ ميرا أنت شو جاية تعملي هون؟ ولا شي، إجيت شوف مرت خالي وين بتشتغل. كيفك جوري؟ أنت عم تشتغلي بالمطبخ كمان؟ لا أنا جيت شوي لشوف أختي. كأنه صاير شي معكم؟ لا مثل شو؟ يعني انتو عم تطلعوا فيني وكأنكم شايفين ميت قدامكم. شو عم تقولي انتي؟ يعني بيكون من التعب بس اليوم انا في عندي شغل كتير وعم حاول لحق الشغل كله. يعني شوفت عينك في كل هالفطاير لازم تنعمل. جوري قربي ساعديني خلينا نعملهم اختي. يلا لكن رح روحوا بلا ما عطلكن اكتر من هيك. ايه ايه ماشي على راحتك. بشوفك جوري. موفق اميرة. ليش هيك عم تحكي معي مسعودة؟ شفتيها؟
معقول سمعت؟ مستحيل جوري، أكيد ما سمعت شيء. أنت ما بتعرفيها لميرة؟ يعني لو سمعت مستحيل إنها ما تحكي. مجد، أنا ضروري أشوفك، وينك هلا؟ بجهنم الحمراء تعالي! لك فاهميني أنت شو بدك فيني؟ أه؟ حلي عني بقى، مين مسلطك علي؟ نلعي! بكره منشوف مين رح يحل عن مين يا مجد أفندي. جوري، اهدي شوي أختي. طولي بالك خلاص. أخ منك يا جوري ومن حظك أخ. لك شو صار معه لحتى غير رأيه هيك؟ قومي. لا تبكي وتعصبيني يا بنت. لسه ما خلص شغلي معك. هلا راح تروحي وتحكي مع توليب خانم. بابا. بتقولي لأنه أنت ومجد راح تتزوجوا بعد يومين. وبتشكريه على العرض تبعها. وبتقولي لأنه بابا بفضل يكون كتب كتاب متواضع وبسيط. يلا تحركي. بابا لو سمحت دخلك لا تطلب هالطلب، بعمل أي شيء بتقول عليه بس لا تطلب مني هيك. بابا خلص رح يتزوجوا، انت لا تحمل هم، واصلا رح يتسكر الموضوع بهالطريقه هي. انت لا تتدخلي مسعوده، كلكم بتعرفوا الموضوع، بس خساره خبيته عني. لك يا عيب الشوم. اختي حاج تبكي لو سمحتي. مجد، مجد، اجيت لاشوفك واحكي معك شوي. لك شو بدك مني هلا؟ روحي دوري لك على شعريس يلمك بقى. انا عرفت شغلات كتير حلوة عن جوري، رح تنفلج اول ما تسمعه. ايه اخبارك قديمة؟ ما انا كمان كنت هنيك. وين كنت؟ كنت باليخت يعني؟ اي يخت؟ انت شو عم تخرفي هلا؟ انا كنت عندهم بالبيت. ابوه لبسنا المحابس وكتب كتابنا صار قريب كتير. كتاب شو؟ جوري وانت؟ لا وحدة تانية. مجد جوري عم تستغلك. جوري وعمر بيك مدري شو عم يخبصوا. بتسدي حلقك حسن ما اتبحكوا ليه؟ لك انت شو عم تقولي؟ اه؟ بدفنك بأرضي عم تسمعي؟ لا تخليني خلص عليك على الآخر. أنا آسف ما كان قصدي. أنا عن جد بعشقه لعمر بيك. أنا بحبه كتير. جوري اسكتي أختي أحسن لك. أوعك تقولي هالشي وانسي الموضوع من أساسه. مو طالع بإيدي. أنا حاولت كتير إني أهرب بس ما قدرت. شو بعمل؟ أنا بحبه. انتي مو عارفة أنا حالك بشو وقعتي. لك هذا الإحساس إحساس غلط. يعني الواحد ما بيكون بحس بهالشي وبيفكر انه حاسس فيه. آه! 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 انت ميت يا عمر. زعلانة من اشي؟ مزعوجة يعني؟ جهاد معقولة انا ازعل منك؟ لك كم يوم ما مرقتي لعندي بستنى كل يوم وما بتجي بنوب. لانه صار شغلات بشعة. شو هالشغلات؟ هو مزعلك قليلي شوفي. هالمرة يبدو انا اللي زعلته لمجد. لا تحكي معه ولا تشوفي ابدا. يلي بزعلك بعدي عنه. ليتني موجود هون معك. بوعدك انا ما عاد زعلك.
والله اصلا انت ولا مره زعلتني جهاد. مظبوط، لانه ما فيني. جهاد، اذا بتحب اطلع على اوضتك بعدين بتكمل حكي انت وجوري. جوري متضايقه كانه في حدا مزعلها. طيب انا رح احاول هديها شوي. يلا حبيبي روح ارتاح. ايه تقليب ولا يهمك، رح اروح. حكي. طيب ولا تزعلي. تمام.